الترويج الدولي للمنتوجات المجالية، حرصاً منها على ترسيخ سمعة المنتوجات المجالية المغربية على الصعيد الدولي، تعمل وكالة التنمية الفلاحية على ترويج هذه المنتوجات في الأسواق العالمية والرفع من صادراتها من خلال أولاً البحث عن أسواق محتملة جديدة، ثانياً تنظيم مشاركة منتجي المنتوجات المجالية في المعارض الدولية، ثالثاً المواكبة التقنية والتجارية للمنتجين فيما يخص تصدير المنتوجات المجالية، كما تعمل سنوياً على تنظيم المشاركة المغربية في المعرض الدولي للفلاحة بباريس والمعرض الدولي للتغذية بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأسبوع الأخضر ببرلين، بتنسيق مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. يشترط إلزامياً في التعاونيات الراغبة في المشاركة أولاً التوفر على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي والذي يتم تسليمه من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ثانياً التوفر على نظام يسمح بمزاولة أنشطة إنتاج فلاحية وللرفع من حظوظها في المشاركة يشترط فيها أولاً التوفر على منتوجات ذات تلفيف عالي الجودة ويستجيب للقوانين الجاري بها العمل، خصوصاً ما يتعلق بالعنونة. ثانياً التوفر على منتوجات مرمزة في طور الترميز أو منتوجات مجالية مميزة للمنطقة. ثالثاً التوفر على قدرة إنتاجية عالية. قبل المشاركة في المعارض الدولية، تعمل الوكالة على تقديم دورات تكوينية للمشاركين تتضمن أولاً توضيحات حول شروط وأحكام المشاركة في المعارض، ثانياً شروحات حول المساطر التي يجب اتباعها من أجل تصدير المنتوجات المعروضة، ثالثاً المراحل التي يجب اتباعها من أجل الحصول على تأشيرات الدخول للبلدان المعنية، رابعاً توضيحات حول لقاءات الأعمال B2B التي يتم تنظيمها في عين المكان وكيفية التعامل مع الزبناء، خامساً كيفية عقد وتتبع الشراكات والمعاملات التجارية على الصعيد الدولي، كما تحرص الوكالة على تنظيم وتتبع لقاءات الأعمال B2B خلال المعارض عبر أولاً التنقيب المسبق عن الفاعلين الأساسيين في قطاع المنتوجات المجالية في الأسواق المستهدفة وإنجاز قاعدة بيانات تضم المعلومات حولهم، ثانياً مواكبة زوار الرواق المغربي وتقديم الشروحات الكافية للشركاء المحتملين، ثالثاً مواكبة العارضين في كل ما يهم إنجاز عقود الشراكة التجارية والتفاوض مع زبنائهم، رابعاً تتبع تحضير وتسليم الطلبيات وتصديرها نحو الأسواق الخارجية.